نرجع بقى ده الجو العام في المدينه. سيدنا علي اتجوز سيده فاطمه، النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز سيده حفصه، سيدنا عثمان اتجوز سيده ام كلثوم. حدث بقى الجو في مكه غير كده. الجو في مكه بقى الغيظ، الحقد، الرغبه في الثار، اللقاد في الحجان، ده كله هند بنت عتبه يقولوا لها صوتي وعيطي واعملي يعني. ابوها وعمها واخوها الثلاثه ماتوا. هند بنت عتبه، عتبه بن ربيعه ابوها، شاب بن ربيعه عمها، الوليد بن عتبه اخوه، اخوه شاب من شباب مكه اللي كانت مكه بتفتخر بيهم. والوليد بن مغيره احنا اتكلمنا عنه قبل كده، كنا سيرته في حاجات معينه، هو اللي راح جاب الخشب عشان يبني الكعبه، هو اللي راح ضرب الكعبه برصاصه وقال انا ضحي لو حصل حاجه يحصل لي انا، لما كانوا بيبنوا. فاكرين احنا قلنا الكلام ده. المهم فحلفت بقى لابد من الثار، وحلفت ما تمس طيبه ولادهما، حتى اتصل ابو سفيان حلف انه لابد ان يغزو المدينه، يغزو محمدا في عقباله، وحلف ونذر الا يغتسل من جنابه. طبعا المشركين ما بيهمهمش، لكن هي لها كلمه ثانيه معناها ما فهموهاش بعض الناس اللي بيكتبوا، يعني هو قصده انه لا يقرب النساء. وما لا يغتسل من جنابه توريه بالكلام، كنايه عن ايه؟ لا يقرب ايه؟ النساء حتى يغزو المدينه. يعمل ايه بقى؟ جهز فرسان 200، بعض الروايات قالت 40 واحد ما افتكرش، بعض الروايات قالت 200، بعض الروايات قالت 40، لازم يكون عدد كبير. وخدهم متجه الى المدينه. وخارج المدينه صادف حرف فيه رجل من الانصار وحليف له، فقتلهما وحرق بيتين لهم هناك وخاف ورجع. بلغ الخبر مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وخد الصحابه اللي كان منهم جائز وخرج وراه. لما خرج وراه هو بيجري مرعوب، والمسلمين بتلحقوا. كان معاه بقى زاد وزواد، وطول ما هم ماشيين يعملوا ايه؟ يرموا ايه؟ السويق اللي بياخدوه، انت عارف زي العيش الناشف كده والحاجات الناشفه، الرقاق والحاجات دي، وبعدين تحط تحلب، تاخد اللبن وتحط تعمل السويق. فيرموا ايه؟ السويق. هو يرمي السويق والمسلمين وراه يعملوا ايه؟ لقوا السويق في الارض يعملوا ايه؟ يلموه. فسميت غزوه السويق. ادي سر تسميه الغزو، غزوه ايه؟ السويق. ان هم يرموا السويق وصل. فارق ابو سفيان وصل لمكه، لكن كان عار وشرار بحر. تحدثت به العرب جميعا بحر. يبقى ما خافش ايه؟ ما خافش حاجه، لا منه دخل المدينه، ولا منه دخل المدينه، ولا منه وقف وقاتل وهرب. فبقت عار وشنار عليه. قالوا رجع في مكه كثيف البال، رجع طبعا يحيط به الخزي والعار. اما هند بنت عتبه فالثوره طبعا العارمه والانتقام. طيب نرجع تاني للمدينه، جاي نلاقي الجو بقى في المدينه بعد اجلاء بنو قينقاع. غزوه السويق دي حدثت عند اجلاء بني قينقاع بشهر. خلاص؟ لكن الاثناء دي بقى كلها فيه ثلاث غزوات حدثت.